زي كنا شباب جديد في حلقة جديدة. النهاردة يا شباب احنا دي سلسلة زي ما انتم طالبين. طبعا التعليق الوحيد اللي كان مكتوب في الفيديو بتاعي هو رقم 63، وقعدت اعد وعد لغاية ما وصلت للسكن ده، وده طلع رقم 63 شباب. فده السكن اللي عجب بتاع التعليق، وصراحة قلت له لايك ان هو عجبني، معلش قلبي بس هو صراحة. فيا شباب هو ده السكن اللي هنفضل بيه طول حياتنا باللعبة كلها. خفوش ان شاء الله بكرة هننزل فيديو عن لعبة الحلقة التالتة من بيت في ماينكرافت ان شاء الله. البيت اللي فات ده كان نادر، بس يا شباب انا مقدرش اعمله زي ما قلتلكم، لان انا للأسف لعبة ماينكرافت عندي مش اصلية، وهي اصلية كانت عملت. يلا نجمع خشب، ده كان كل ده مقدمة. اما انا كنت في الكلام ده كله ولا كنت جمعت حاجات كتير جدا. ممتازين. خلينا نكمل مشي، لغاية دلوقتي معملناش أي أكل خالص. يا شباب هو حظنا الوحش، حظنا الحلو إن احنا لقينا خشب، حظنا الوحش إن المكان مش كبير، عبارة عن أماكن شخنطاتها صغيرة، كل ما تمشي تلاقي مكان تاني. شوية ملقناش اي حاجة، وهضرب بعض من الفيديو، فانا مضطر اقفل ونرجع لكم. شوية اللي عندها شجرة كبيرة جدا وقعدنا نكسر فيها، يعني طويلة جدا، ممكن خلصناها خلصناش كلها بس خلصنا منها جزء كويس.
لا راح نطول جامد كده. حاول شباب مش مشكلة، أنا لغت اللحمتين شباب كده. نزلوا نزلوا لحد الفيديو لآخر فيديو، أنا عارف التريل هو ليه قصير لأن احنا شباب يعني معلش هنبقى بعد كده نعمل فيديوهات طويلة، بس النهاردة بس قصير عشان عندي شوية حاجات. يلا مع السلامة.